القادسيه في هذا الديربي. نعم البدر هو الهداف التاريخي بالنسبه للقادسيه في هذا الديربي. عبد الرحمن الدولي بالمناسبه سجل 21 هدف في مجمل اللقاءات دوري الكاس وسوبر وكل مباريات. كره بمحاوله داخل منطقه الجزاء راسيو لكن يبدو بان هنالك قرار. علي فايز يضرب كرة راسية وحكم المواجهة المساعد الثاني الحكم أحمد صادق صادقا في قراره. لكن هل هو يجب أن يكون الأمر حاضرا بكثير من الإزعاج؟ لا تعمل بصمت فالصمت لا يفيد في الكثير من الأشياء. في الجانب المقابل ضجيج حضور 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 رياحي كاد أن يعصف بالعرباوية في الشوط الأول الرياحي لكن حارس المرمى سليمان عبد الغفور سليمان لم يكن حكم المواجهة أو الحكم المساعد الثاني أحمد صادق.